السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد وخبر جديد من أخبار قناة عابر عامر. فياريت ما تنسونيش من الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان كل خبر جديد يوصل لكم أول ما بينزل على طول وتعرفوا الأخبار أول بأول. إصابة 11 شرطي بسبب انقلاب سيارة ترحيلات بمحور الأوتوستراد. خبر بيقول أصيب 11 شرطيا إثر انقلاب سيارة ترحيلات أعلى محور الأوتوستراد بنطاق دائرة قسم المعصرة، وتم نقل المصابين للمستشفى وحر المحضر بالواقعة. وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغ بوقوع حادث مروري أعلى محور الأوتوستراد بنطاق قسم المعصرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث، بصحبتهم سيارات إسعاف. وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب سيارة ترحيلات أعلى الطريق.